اهلا بحضراتكم مره تانية. عندنا اخبار كتير اكيد كالعاده اتقالت عن الاهلي في السوشيال ميديا، فبالتالي تعالوا نبتدي باليوم السابع. واليوم السابع انا بصراحه مش عارف هم عايزين ايه من الاهلي، وانا مش بعمم كمؤسسه اليوم السابع المحترمه وبقدرها جدا، لكن انا بتكلم على بعض الاشخاص اللي ممكن يكون بيكتبوا اخبار عن الاهلي وبيحاولوا ان هم يخلقوا حاله من الجدل داخل القلعة الحمراء وعند جمهور النادي الأهلي. فالكلام ده غريب بالنسبة لي، زي كده ما الكلام على أحمد عبد القادر امبارح لو تابعتوا حلقتنا كان غريب جدا بالنسبة لي، إن هل أحمد عبد القادر اقترب من الرحيل عن النادي الأهلي بعد تجاهل موسيماني، عناوين غريبة بطريقة مش عارف إيه الهدف منها. لكن هنا بيقول لك إيه، موسيماني ينقلب على نجوم الأهلي بعد السقوط أمام صن داونز. فاحنا تعالوا نفكر ونحلل الخبر مع بعض ونتكلم عنه، حقنا مفيش مشكله يعني. هل هزيمه او اتنين، هزيمه او اتنين مش فقد بطوله، هزيمه تخلي مدير فني ينقلب على اللعيبه؟ طب هو لو مدير فني هينقلب على اللعيبه هيعمل ايه؟ هو هيشد عليهم، هيتكلم معاهم، هيوجههم. وبالمناسبه يا جماعه، العلاقه ما بين موسيماني ولاعيبه النادي الاهلي والكلام ده اللي انا شفته قدام عيني في كاس العالم، مش في مره لا في مرتين كمان، هي علاقه ود ومش عايز اقول اخوه، لكن مدرب وابنائه، وبيتعامل معاهم بشكل نفسي جيد جدا. ممكن الناس ما تكونش شايفه الكلام ده، بس انا بنقله لحضراتكم. فايا كان، اي لعيب في الدنيا هيغلط، اي لعيب في الدنيا وارد ان هو ما يبقاش في يوم، لكن ده ما يوصلش الموضوع لمرحلة الانقلاب، لمرحلة ان في مشكلة ما بين المدير الفني موسيماني وما بين اللعيبة. الكلام ده غير حقيقي بالمرة، وكلام برضو للأسف الهدف منه زعزعة استقرار الأهلي الفني، هو ده الهدف. انا ما اقدرش استشف من اخبار زي دي وعناوين زي دي سواء امبارح او النهاردة من خلال اليوم السابع، غير ان في هدف، ان يا جماعه ممكن ما يكونش ده هدف المؤسسه طبعا خالص، انا بحترمها وبقدرها جدا، لكن ممكن يكون هدف شخص من الاشخاص العاملين يعني، وانا والله ما اعرفش هو مين. لكن في نفس الوقت ليه عايز يعمل كده؟ ممكن يكون عنده انتماء تاني، بنحترم انتمائك، لكن في نفس الوقت لازم يكون الخبر صحيح ومنطقي عشان يبقى في مصداقيه بشكل كبير ما بين الجمهور، واكبر جمهور في مصر هو جمهور النادي الاهلي، وما بين المكان اللي انت بتكتب فيه، وما بين اسمك انت نفسك كصحفي محترم. تمام؟ فالكلام ده يا جماعه غير حقيقي، وكلام مش موجود اصلا، ومفيش انقلاب ولا حاجه، هو في تعليمات، في توجيهات. يعني بقى في مثلا حاسس ان الفرقه كانت ممكن تكون مريحه، او انا كمان في نفس الوقت كمدير فني قاري ان اللعيبه مجهده، قاري الظروف اللي قبل كده، قاري كل الكلام من ده. فبعد اوجه نخلي بالنا يا جماعه، لا خلاص الحمل التدريبي نعمله بالشكل الفلاني، لا الجانب الفني نشتغل عليه ازاي، الامور التكتيكيه نطورها ازاي، كل ده شغل وعمل بيقوم بيه المدير الفني مع اللاعبين. اللاعبين طبعا عليهم دور كبير قوي بيشتغلوا عليه، وهو التركيز، كل التركيز في كل مرحله وكل مباراه ما بيلعبوها. فالامور يا جماعه مستقره وماشيه بشكل كويس جدا في النادي الاهلي، وباذن الله باذن الله الاهداف والطموحات تتحقق. احنا جمهور طماع، جمهور الاهلي طماع، مستني لسه كتير جدا من موسيماني ومن لاعبين. طيب تعالوا لسه مع اليوم السابع. هنا بقى ايه، امبارح كان قال لك هل احمد عبد القادر هيمشي ويقترب من الرحيل بعد تجاهل موسيماني، النهارده بقى بيقول لك ايه، موسيماني يدرس اعاده احمد عبد القادر لتشكيل الاهلي امام المريخ السوداني. طب بص بقى المقارنه ما بين الخبرين، يا ريتني كنت قلت لكم يا جماعه قبل الحلقه ان احنا نجيب الخبر بتاع امبارح، لو في امكانيه يبقى حاجه ممتازه. لكن في كل الاحوال الاهلي ما بيتمرنش، الاهلي واخد اجازه امبارح، هم وصلوا امبارح الساعه 6 الصبح واجازه النهارده. فايه اللي اختلف في ال 24 ساعه دول اللي ما قابلوش فيهم بعض كجهاز فني ولاعبين، وبالتحديد كموسيماني واحمد عبد القادر، عشان الخبر يتغير كده؟ يا سلام يا سلام عليكم. يعني اهو ده خبر بتاع امبارح، قال لك ايه، موسيماني يدرس اعاده احمد عبد، لا ده خبر النهارده، اوكي خبر امبارح اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. هل يكتب موسيماني كلمه النهايه لرحله احمد عبد القادر مع الاهلي؟ وخبر النهارده بقى نحود عليه كده، بص بص عن احمد عبد القادر برده،
موسيماني يدرس اعاده احمد عبد القادر تشكيل الاهلي من المريخ. يا سلام، ايه اللي جرى في الساعات دي؟ انا مش عارف، عشان الخبر يتغير. فده معناه ايه؟ ده ان دل يدل على ايه؟ ان الخبر بتاع امبارح ده كان مجرد خبر بملى بيه، مجرد خبر بملى بيه، مجرد خبر بحاول اجذب القراء لقراءته. وخبر النهارده خبر اقل من العادي، لان احمد عبد القادر في بعض المباريات بيلعبها كاساسي وفي بعض المباريات بيلعبها كبديل، كله بيترتب على ايه؟ ها؟ وبيرجع لايه؟ لوجهه نظر مستر بيتسو موسيماني المدير الفني. فبالتالي هو الادرى يبتدي امتى؟ يبقى احتياطي ينزل امتى؟ خطته اللي هو والسيناريو اللي حطه لاي مباراه بيلعبها مع اختلاف المنافسين، احتياجاته من كل لاعب وقدرات كل لاعب. احمد عبد القادر ليه قدرات، قفشه ليه قدرات، بيرسي تاو ليه قدرات معينه، كل واحد ليه قدرات معينه. اللي بيوظف مين؟ موسيماني. مش معنى انه قعد ده او ده او ده احتياطي ان هو خلاص بيكتب نهايه رحله احمد عبد القادر اللي هي لسه ما ابتدتش مع النادي الاهلي. ده بالنسبه لخبر امبارح يعني، لكن ده كان لازم نعلق يعني بصراحه على الحاجات اللي زي دي.